اليوم راح نحكي عن موضوع كتير رائع جدا ويخص المؤمنين. موضوع يخص المؤمنين. كلمة تشجيعية لكلياتنا في هذا الصباح عن صفات الخادم. خلونا نقرأ مع بعض من كلمة الرب وبعدين نشوف الرب شو محضر لنا. أنا كثير بحب أنه واحد يكون عنده كتابه المقدس الخاص. أنا هذا الكتاب عندي من وقت ما آمن بالرب يسوع، وهو معي رفيق ملازم سيف. ما هو مكتوب عنه سيف؟ إلى ما أنا أكون في ساحة المعركة وبدون سيف راح أنهزم مباشرة. في عبرانيين تيموساوس الثاني الأصحاح الثاني، تيموساوس الثاني والأصحاح الثاني، إصحاح شوي طويل معلش رح نقرأه كل الإصحاح. يقول: فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده، وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يجب أن الحراس الذي يتعب يشترك هو أولا في الأسمار. افهم ما أقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء. اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود حسب إنجيلي، الذي فيه احتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. صادقة هي الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. فكر في هذه الأمور مناشدا قدام الرب أن لا يتماحكوا بالكلام، الأمر غير النافع لشيء لهدم السامعين. اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. وأما الأقوال الباطلة الدنيسة فاجتنبها، لأنهم يتقدمون إلى أكثر فجورا، وكلمتهم ترعى كآكلة. الذين منهم هيمينايس وفيليتس اللذان زاغا عن الحق قائلين أن القيامة قد صارت فيقلبان إيمان قوم، لكن أساس الله الراسخ قد ثبت، إذ له هذا الختم: يعلم الرب الذين هم له، وليجتنب الإثم كل من يسمى اسم المسيح. ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة، فقط، بل من خشب وخزف أيضا، وتلك للكرامة وهذه للهوان. فإن طهر أحد نفسه من هذا يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد، مستعد لكل عمل صالح. أما الشهوات الشبابية فأهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها، عالما أنها تولد خصومات، وعبد الرب لا يحب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين. عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ إبليس الذي قد اقتنصهم لإرادته. يا ربنا ننحني أمامك ثانية يا رب، ونطلب يا رب مجدك. أنت يا رب أنت موجود في وسطنا، أنت حاضر، وأنت سبقنا إلى هذا المكان، لكن نحن يا رب جايين حتى يا رب نتمتع في شخصك يا رب. أنت أبرع جمال من بني البشر يا رب. يا ربنا يسوع المسيح أنت تعطي ماء للعطشان وسيول على اليابسة يا رب. نحن جايين بعطش يا رب وبجوع واحتياج. تعال يا رب المس كل واحد فينا يا رب، المس قلوبنا يا رب، علمنا يا رب شيء جديد في هذا الصباح يا رب،
حتى يا رب نعيش بتقوى وتقوى ترضيه باسم المسيح. أصلي ولك كل المجد. آمين. آمين. تفضل. راح أحكي في 7 نقاط وهي صفات الخادم المسيحي. وأصلي من كل قلبي أنه نحن اليوم نطلع من هذا المكان وكل واحد فينا أخذ قرار في حياته. لأن الماضي يقول بولس من وضع يده على المحراز ونظر إلى الوراء لا يصلح للملكوت. فخلونا اليوم نأخذ قرارات في حياتنا عن صفات الخادم. أول صفة في صفات الخادم، طبعا بولس الرسول عم يكتب رسالة لتيموساوس، كلمة تشجيعية، لأنه تيموساوس كان هو من شبابه، من بداية شبابه مرافق لبولس الرسول في رحلاته التبشيرية، والرب أقامه على خدمة، لأنه فعلا كان تيموساوس شخص ملتزم ومتعلم وعنده إمكانيات وعنده مؤهلات، لكن كان شاب وكانت الناس أو الشعب في الكنيسة بيستهزئوا فيه، وشان هيك مرة كتب له قال له لا يستهن أحد بحداثتك، كن قدوة للجميع في الكلام في التصرف في السلوك. فيكتب له رسالة تشجيعية، فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه، أي وكله. توكيل، يعني بولس الرسول أخذ من الرب، لأن الرب قابله شخصيا، وبولس الرسول أودع أو وكل ناس أمناء لليوم كنيسة المسيح تسير من 2000 أكثر من 2000 سنة لليوم، لأنه في ناس أمناء، في ناس وكلاء، لكن وكلاء يقول وكلاء وناس أمناء. أول صفة من صفات الخادم هو وكيل. نحن كخدام في كنيسة المسيح كلياتنا وكلاء، أنت وكيل وأنت وكيلة، كلياتنا الله وكلنا، أعطانا وكالة. مين المالك؟ هو المالك، لكن أنا مجرد وكيل على الله. هو مالك كل شيء، كل ما أملكه أنا في الحياة هو مالكه، لكن أنا وكيل عنه. أولادي أنا وكيل على أولادي، لكن هم أولاده. بيتي هو مالك البيت، أنا وكيل. كل ما أملك هو المالك، لكن إجا عطاني شو؟ الوكالة، إجا سلم لي وكالة. لكن في يوم من الأيام راح يجي ويقول لي ادفع يا ابني حساب وكالتك. أنا أقمتك على عمل، أنا أقمتك على العزف، هل أنت فعلا أمين؟ كنت أمين في الوكالة؟ يقول الكلام بالذات، يقول ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء. يعني من صفات الوكيل أول شيء يكون أمين على كل شيء، أمين في وقته، أمين في خدمته. الله مهما شو الوكالة اللي أعطاك، أي وزن أعطاك، مهما كانت وحدة أو 10 وزنات، أنت تكون وكيل. أمين. الصفة الأولى من صفات الوكيل أنه يكون أمين. بشان هيك لما بولس الرسول كتب لتيموساوس حط يقول يكونون أناس أمناء، حط الأمانة قبل شو؟ الصفة الثانية في الوكيل، الكفاءة، الإمكانيات، المؤهلات. ممكن يكون معلم، ممكن يكون عازب، ممكن يكون واعظ، ممكن يكون الخدمات في الكنيسة متنوعة، مواهب في الكنيسة متنوعة. لكن في البداية الصفة الأولى في الوكيل أنه يكون أمين. مهما كانت خدمتك في الكنيسة، لو حتى رتبت الكراسي، حتى لو جمعت الكتب، حتى لو نظفت الكنيسة، أنك تكون أمين.
وبعد الأمانة تجي الصفة الثانية من صفات الوكيل، أنه يكون عنده كفاءة. يعني لا يمكن هلأ أنا أجي أخذ الأورك وأعزف، ما بقدر. يكون عندي أيضا شو؟ كفاءة. كفاءة. فالصفة الأولى طبعا هو موضوع كبير، 7 نقاط من فهذا النص موجود، رح نأخذ لكن رح أحاول أكون مختصر بشان أقدر أوصل فكرة، لأنه موضوع هو بده أكثر من وعظتين وثلاث وعظات، لكن رح أحاول أكون مختصر في كل صفة. فالصفة الأولى من صفات الوكيل أو دعه أي وكله، الوكالة أول شيء لازم تكون شو؟ يكون شخص أمين. 2 تكون الكفاءة. آمين. فنشوف هون في مراحل في العدد الأول والثاني، نشوف أول عدد الثاني تحديدا في عدة درجات. يعني بولس الرسول سلم لتيموساوس، عم يقول لتيموساوس أودع أنت كمان، يعني تيموساوس كمان راح يسلم لناس يكونوا أناس أمناء، يكونوا أكفاء، وهدول الناس كمان شو راح يعملوا في الأخير؟ يعلموا آخرين أيضا. فالاستمرارية راح تجي من مثل ما قلنا من 2000 سنة لليوم، وكنيسة المسيح شو؟ تسير. كنيسة المسيح تسير. فأول صفة من صفات الخادم إنه هو وكيل. أمين؟ أمين. أنتم معي ولا شلون؟ فإذا أول صفة مثل ما قلنا أنه هي شو؟ صفته أنه يكون وكيل. الصفة الثانية من صفات الخادم نشوفها في العدد الرابع أو العدد الثالث. العدد الثالث يقول فيه: فأشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. الصفة الثانية من صفات الخادم أو القائد أنه هو جندي. جندي ليسوع. الجندي هو دائما موجود في ساحة المعركة. دائما. نحن موجودين نحن في ساحة المعركة، لأنه حربنا ليست مع دم ولحم. مصارعتنا ليست مع دم ولحم. نحن في ساحة اسمها ساحة معركة. في ساحة المعركة هذا الجندي يكون دائما مستعد. مستعد 24 ساعة عنده يكون هو في الساحة. هذا الجندي المفروض يكون شخص متسلح. صح. إذا ما كان متسلح مباشرة راح يهزم. هذا الجندي لازم يكون عنده ولاء وخضوع للرب. هذا الجندي لازم يكون دائما مستعد حتى للمشقات، للألم، للتعب. هذا الجندي لازم يكون دائما صاحي. اتصور انه الجندي هو واقف عم يحرس هالمنطقة ونام. لازم يكون دائما يكون صاحي، دائما يكون دائما صاحي. هذا الجندي لازم ما يكون عنده اهتمام، اي اهتمام غير انه يكون مستعد لسيده. يعني ما تهمه الأمور الدنيوية العالم، يقول ما حدا يتجند ويرتبك في أمور العالم. ما يقول ليس أحد يتجند ويرتبك في أمور الحياة. تعال أخ هيثم عنا خدمة، ابني تعبان وابني مريض وأنا عندي شغل وأنا يعني أحط عندي في أولويات للجندي. الجندي يكون دائما مستعد، ابدا ما يهرب من المسؤوليه. الجندي لازم يكون دائما مثل ما قلنا في ساحه المعركه دائما. وهذا الجندي لازم ابدا ما يستسلم للاعداء. امبارح حكيت على اخوي في نور شوبينج، على اخوي هيثم، اخ هيثم محتاجين لخدمه، جاهز مستعد. جندي ليسوع المسيح. كلياتنا جنود للمسيح.